عصري رياضي كروي طويل بتعيشوها معنا يوم الأربعاء ابتداء من 3:15 بعد الظهر. ريف والعهد اللبناني لجزر المالديف، وتابعوا مواجهته مع أدو المالديفي ضمن المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي. والساعة 5 المساء نرجع على لبنان لنتابع سوا الصف اللبناني بلقائه مع ضيفه التلال اليمني ضمن المجموعة الخامسة للبطولة الآسيوية. بتابعون الأربعاء ابتداء من الساعة 3:15 بعد الظهر حصرياً على الجريد.